بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة نكمل دروس سي بلس بلس. هنتكلم عن حاجة جديدة النهاردة، حاجة اسمها الاستراكشر. ايه الاستراكشر دوت او الاستراكت باختصار؟ الاستراكت دوت عبارة عن داتا فاريبل جديد او داتا تايب سوري جديد هنعمله احنا بايدينا. يعني ايه داتا تايب جديد هنعمله بايدينا؟ احنا طول الكورس كنا بنتكلم عن الانت، السترينج، الكاركتر، الفلوت، الدبل، كنا بنستخدم الداتا تايبس دي. لا، احنا النهاردة هنعمل داتا تايب باسمنا، داتا تايب بالاسم اللي يعجبنا احنا، بالداتا اللي احنا عايزينها، بالفاريبل اللي تدخل جواه اللي احنا عايزينها. هنعمل داتا تايب كامل جديد احنا نندهله باسمه. يعني لما اجي اعرف مثلا، لو عملت الداتا تايب دوت اسمه مروه، هقول له مروه اكس واحد، يعني اكس واحد ده نوع مروه. تمام. طيب الاستراكت ده بيتعمل ازاي او ايه السبب ان احنا بنعمله؟ هنيجي دلوقتي نقول، فاكرين المثال اللي كنا بنستخدمه في الاري بتاع الدرجات؟ احنا كنا بندخل فيه درجات بس، ليه ما كناش بندخل اسم الطالب مع دي؟ لان الاري كان نوع انتجر او نوع فلوت، فما ينفعش ياخد كلمات، فكانت دي بتسبب لنا مشكله. الداتا بتاعتنا مش كامله، كنا بنحتاج نعمل اري للاسماء واري للايه، للدرجات. طب انا عايز اعمل نوع فاريبل يشيل النوعين على بعض، يعمل ميكس. عايز اعمل نوع فاريبل يشل الاثنين سوا، ياخد لي الاثنين مع بعض، يبقى شايل اكتر من فاريبل جواه. بعمل ده عن طريق ايه؟ الاستراكت. طب بعرف الاستراكت ازاي؟ باجي قبل المين بره خالص كده، اقول له استراكت واديله الاسم بتاعه، مثلا هسميه ستودنت، وبفتح كيرلي براكت كده وبعمل له قفله كيرلي براكت، بس في اخره بحط سيمي كولون. هاجي جواه دلوقتي، ايه البيانات اللي انا عايزها جواه؟ هقول له string مثلا name، وهقول له مثلا int مثلا grade 1 و int grade 2 و int grade 3، وهقول له int مثلا توتال. كده انا هجيب هنا ايه، هدخل الاسم وهدخل الجريد الاولانية والتانية والتالتة، وكمان هعرف المجموع بتاعهم. طبعا محتاجين نعمل انكلود للسترينج، تمام، علشان نقدر ايه نستخدمه. كده انا عرفت الاستراكت بتاعي. طب هبدا استخدمه ازاي؟ احنا كنا بنعرف اي فاريبل ازاي؟ مش قلنا زي دول انت كذا سترينج كذا؟ لا، انا هقول له اسمه ايه، ستودنت. ستودنت مثلا اسمه ايه. طب انا عايز ابدا احط بيانات جوه ايه دوت؟ اقدر اجي كده اقول له سي ان ايه dot name، cn a dot grade واحد، cn a dot، لو تلاحظوا بيطلع الحاجات بتاعت الاريه هي بتاعت الاستراكت اهي grade 3. تمام. وهقول له a dot total بتساوي a dot grade واحد زائد a dot grade 2 زائد a dot grade 3. طبعا احنا ما عملناش input للجريد 3، لا ما عملناش للاثنين. تمام. واقدر كمان اعمل له بعدها see out، اعمل له كده ايه student ايه dot name، مثلا هقول get او have e total grades a dot
توتال. انا هنا عملنا ايه؟ عملنا استراكت وحطينا فيه الفاريبلز اللي احنا عايزينه جواه، وعملنا لهم سي ان عن طريق اليوزر، وجبنا من السي انز ديت التوتال بتاعي، رميت جواه حاجه برضو من التوتال، وعايزه يظهر لي بعد كده كلمه ستودنت ويديني الاسم ان هو هاف ا توتال جريدز ويديني مجموع درجاته. هنعمل تشغيل كده ونجرب ايه اللي هيطلع لنا. هنقول مثلا عمر، انا دخلت مر بس من غير عمر، جاب 10 وجاب 25 وجاب 15. قال لي ان عمر ده او مر لان هو شال او هاف ا توتال جريدز 50. 25 و10 و15 يطلع 50. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نعمل استراكت لينا وازاي نحط فيه بيانات. طبعا البيانات ينفع احطها بايكوال عادي، يعني انا ممكن اقول له ايه دوت نيم بيساوي كذا، ايه دوت جريد بيساوي كذا، ايه دوت توتال بيساوي كذا، مش شرط ان انا اعملهم بمعادله ومش شرط ان انا اعملهم بسي ان. طيب نفرض ان احنا عايزين نعمل استراكت تاني جديد، هقول له ستودنت بي عادي جدا وابدا استخدمه عادي. طب انا كان ينفع اقول له ستودنت ايه كوما بي؟ اه ينفع اقول له ستودنت ايه كوما بي. طب هو انا ينفع انقل البيانات اللي جوه ايه احطها جوه بي؟ يعني ينفع زي ما كنا بنعمل فاريبل اقول ايه بيساوي بي كده؟ اه ينفع اقول ايه بيساوي بي، هينقل لي كل البيانات اللي في الايه في اللي في البي جوه الايه. طبعا احنا هنا الايه هي اللي فيها البيانات، فالمفروض اقول له بي بيساوي ايه، فكده بي بقى فيها كل البيانات دي. طب لو جينا دلوقتي قلنا له هنجرب كده سي اوت بي دوت نيم عشان نشوفها ونعمل ران، هدخله دلوقتي ادخل عمر صح اهي، 15 23 و12 طلع لي 50 وطلع لي البي دوت نيم بكام؟ بعمر. يبقى نقل البيانات اللي هنا هنا فعلا سواهم ببعض وما عمليش اي مشكلة. طب لو هدخلهم في كونديشن، لو هدخلهم في كونديشن هل ينفع اقول له كده if a equal equal b؟ لا، هنا دلوقتي يعمل لي مشكلة، ما يقدرش ان هو يساوي الاستراكت كله باستراكت كله، لازم اقول له كده a dot name equal equal b dot name، غير كده مش هيقبلها مني. طب انا عايز اساوي كل البيانات بتاعته، يعني عايز اساوي النيم والجريد والجريد 1 والجريد 2 والجريد 3 والتوتال، يبقى انا هحتاج ان انا اعمل في الكونديشن اربع، هما كام؟ اربعه، لا خمسه، هعمل خمسه اند بينهم بين بعض، يعني اقول له الاي دوت نيم بيساوي البي دوت نيم، الاي دوت جريد 1 بيساوي البي دوت جريد 1، الاي دوت جريد 2 بيساوي البي دوت جريد 2، وهكذا لغايه ما اوصل لاخر واحده. لازم احط بينهم اندز عشان اطمن ان هم كلهم بقوا بيساووا بعض، تمام؟ انما ما ينفعش اقول له كده دايركت a equal equal b، مش هيفهمها، هيعمل لي فيها مشكله، تمام؟ الاستراكت ده يعتبر اول نوع من انواع الداتا ستراكشر في السي بلس بلس، هو والاري، تمام؟ هنبدا ان شاء الله المره الجايه هنكمل. أتمنى أكون أفدتكم في الدرس ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.